خيرا نحييكم متابعينا واهلا وسهلا بكم في فقرتنا الصباحيه الابراج من الحمل حتى الحوت. توقعات صباحيه تعودنا دائما من على شاشتنا ونافذتنا الصباحيه نطل عليكم متابعينا الكرام. طبعا اليوم يوم اخر وتربيع جميل ايضا، ربما انتقل ايضا القمر الى مولود الميزان مساء تمام، ليعلن انه اليوم هو الابراج المتصدره للحظوظ للابراج الهوائيه. وما ننسى في اعلى نقطه المريخ يقوي هذه الحظوظ اذا وايضا ما ننسى خلونا نتابع متابعينا الكرام على انه عطارد هو في مولود العقرب المائي تمام، راح يبقى في بداية 23 ينتقل من هذا طبعا العقرب حتى يصدر إلى القوس. إذا متابعينا الكرام وما ننسى أيضا أنه المشتري مقترن مع بلوتو زحل في الحوت، يعني إيش يا ميس؟ يقوي الحظوظ للأبراج المائية. طيب لو جمعنا بلوتو مع المشتري في مولود مائي في الحوت مع عطارد في كوكب مائي في العقرب، إيش يساوي؟ يساوي ابتكار ويساوي للأبراج المائية طبعاً للعقرب والسرطان والحوت مسائل ناجحة على صعيد العلمي، لأن عطارد هو أبو الحياة وهو أبو العلم. إذن منها يذهب العقرب لتعلم شيء أو لاكتساب مهارة جديدة أو للفوز بمال أو بكنز علي بابا إلى الأبد من خلال فكرة، يعني مثلاً إيلون ماسك كيف سيطر على جوانب المواقع التواصل الاجتماعية واليوم يبيعها بآلاف الدولارات. هذا حال الابتكار اللي نزل بلوتو مع المشتري كوكب الحظ يدعم كوكب العلم في طبعاً والمعرفة والحياة في العقرب المائي. إذا للحظوظ المائية ابتكارات جميلة قولاً واحداً للعقرب، لأنه الزهرة هي الأخرى كانت محترقة في بيته، مما يعني طريق أو سلوك طريق مالي ومادي جيد أو دخل ومدخول جيد، والعقرب يتعلم، يعني العقرب حصرا لأنه هذا هو الكوكب اللي في بيته يدعمه. وما ننسى أيضا حظوظ جميلة لمواليد الحوت أو السرطان اللي ربما تصدرت في جانب علمي وعملي جدا ممتاز ورفيع، ومنهم من أرباب الأقلام ومدراء الدوائر وكل ما يعني بمراكز مهمة معينة هو تقدم تمام. وننتقل أيضا متابعينا الكرام، أمس يمكن أحد التعليقات قالوا كيف العقرب في مولود الدلو وهو اليوم مساء ينتقل من العذراء إلى الميزان. تمام كلامكم صحيح متابعينا الكرام، أنا كنت أعني حاكم القمر، حاكم برج إحدى الأبراج اللي كانت متصدرة عاملة مع مريخ الجوزاء للأبراج الهوائية. أنا كنت أعني هذا الموضوع مما يعني توليد فيروس ربما يضرب أو ربما يجتاح مواقع التواصل الاجتماعية عطل معين، لأنه بفعل عطارد المتقدم في مولود مائي ما يعني حظوظ جدا قوية. ونحن كنا نتحدث قولا واحدا طبعا عن مولود السرطان اللي هو كان حاكم بيته الباطني. متابعينا الكرام على فكرة أكو قضية الكل ما فاهمها، أنه شلون القمر نزل في هذه المحلة مثل ما أنا تحدثت، لا ما في أبراج أيضا يكون الطالع على الداخلي وعلى الخارجي، على الباطني وعلى الخارجي. فلذلك أنا تحدثت أمس عن قمر السرطان اللي كان عامل زاوية جدا مهمة مع البلوتو اللي عفوا المري زحل اللي كان متواجد في مولود طبعا الجوزاء، مما يعني زاوية كانت حرجة ونحن كنا نتحدث عنها. بالعموم أيضا زوايا أخرى وجوانب متابعينا راح إن شاء الله نتابعها معاكم، بس قبل أنه أنتقل إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم خلوني أذكركم متابعينا الكرام طوالع الأبراج. الطالع ماذا يعني الطالع؟ طالع القمر، طالع البرج الواحد مثلا من بعد برجه بثلاثة أبراج هو طالعك، هذا هو طالعك. لكن حاكم البيت اللي هو مثلا احنا قلنا وتحدثنا على أنه مثلا أنا العقرب حاكم بيتي هو المريخ، لكن طالعي من هو؟ من هو الطالع؟ يعني كنت أتمنى أنه يعني إحنا وقت يعني محكومين بوقت دائما ووقتنا الدقائق تفرق معانا من خلال اتصالاتكم ومشاركاتكم. كثير أكو معلومات متابعينا أنا أتمنى أنه تشاركون إياها وتعرفوها، مو فقط حركة القمر اليوم متواجدة، أكيد الكل راح يعرفها من مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الطالع من هو الطالع؟ طالع البرج
اللي هو عادة يكون من بعد برجك بثلاثة أبراج أو أربعة أبراج. يعني مثلا أنا أقيس، خلينا نشوف هسه بطريقة سريعة قبل أن نروح إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم. أنا مثلا من مواليد، خلينا نفترض الحمل، من هو طالعي؟ طالعك الأسد بأربع أبراج، نحسب أربعة أبراج بعدك البرج الرابع هو راح يكون الطالع. فليش أنا من أقول لكم حتى على الطالع وعلى الباطن حاكم برجك هنا اختلفت. فشكرا جزيلا للي كتبنا بالتعليقات أنه القمر ينتقل إلى الميزان غدا، شلون أنت تقولين هذا الكلام؟ بيرفكت. لكن خليني أضيف على معلوماتكم، في أبراج والطوالع تختلف عن الخارجي والباطني، وكل ما كنا احنا يعني نتحدث عنه. واللي يرجع الى كلامي امس راح يلقى كلامي جدا مضبوط. اذا متابعينا الكرام، مع حركه اليوم القمر في مولود الميزان، واليوم الحظوظ جدا ايجابيه للابراج الهوائيه قولا واحدا. اذا من خلال اتصالاتكم ومشاركاتكم متابعينا الكرام راح نروح حتى نعرف مدى تأثير هذه الزوايا على حياتكم من خلال 12 برج. وبالطبيعي أنه أنا ما راح أتناول 12 برج، بل هي مو 12 برج. طبعا إن شاء الله أنا أحاول أنه أجيب لكم بالدليل القاطع على أنه الكون من 800 مليار سنة تغير وأخذ درب آخر. يعني إذا أجينا نتحدث عن الفلكيون، هل هم صادقون أم لا؟ كلهم مو صادقين. من ضمنهم آني مثلا؟ لا، مو من ضمنهم آني. أنا قاعد أقدم علم حسب توقعاتي لل 800 مليار سنة اللي كانت فيها درب آخر وسلك آخر، ألا وهو الحياء والحواء، اللي هو حياء وحواء. إذن إن شاء الله بموسوعة جديدة راح تكون هي موسوعتنا، ومن خلال اتصالاتكم ومشاركتكم قاعد تلمسون متابعينا الكرام مدى صحة كلامنا ودقته من خلال توقعاتنا وتقديراتنا من خلال برج الحواء والحياء، واللي إن شاء الله راح يصدر قريبا، وبلكت أنه نكون إحنا صنعنا فرق من خلال الفلكيون وقراءاتهم ونظراتهم للمستقبل من خلال طبعا يعني هذا العلم اللي يحاولون أن يتقنوا، لكن كان كلاسيك كما هو بالمطلق، ما حد عمل معه أي تحديث. طيب إذا المتابعين نروح لاتصالاتكم ومشاركاتكم من خلال فقرتنا الصباحية الأخرى، القسم الآخر. معنا أول اتصال هاتفي. ألو. السلام ألو. عليكم. ألو. ألو. ألو، مرحبا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، يا هلا، مرحبا. أنا اليوم سعادة. يا حبيبة قلبي، عفوا، منو؟ يا بعد روحي. نور. نور. لا لا، انا مكرر من أوف الحله. اوف 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 ام ام يا بعد عمري، انا اليوم محظوظه صدق ما اصدق. يما فديت قلبك وعيونك مكرره. يا بعد روحي، انا بسعاده اليوم، بسعاده. ذهب يا حبيبه قلبي، مكرر في دول عينك، يحفظك الله. اي البارحه واليوم صدق. شوفي شلون مكرر، لا تقولين ما عندي حال. يا بعد روحي. لا احنا انا يقولوا لي برج العقرب. يما فديت العقرب واني وهله. يلا اليوم عقارب اليوم. زين انت قلت ما كملتي لي على كرار يا وعد قلبي. حبيبتي عيوني زين، تعالي مكرار عيوني. بما انه انت تسلم عيونك، بما انه انت اليوم برج العقرب، تاريخ ميلادك ايش قد؟ اي شنو تاريخ ميلادك؟ يعني ايش قد بالعقرب؟ ما اعرف والله، يمكن 5 وش اسمه، يعني متيهه ومو يم الجنسيه. 25 انا اريد اولادي بعد عمري. 25 انت مثلا؟ يمكن مو ذا 25. اي يعني اذا 20 فهو اليوم عيد ميلادك، لازم مثل عيد ميلادي. لا بعد روحي، مثل هو اليوم عيد. مو يم الهويه، مو يم. حبيبتي حبيبتي، لا مكرر، انا عقرب. انا اريد اولاد، الا اولاد تطلع لي اياها اروح للشدوه. صار حبيبتي، بس مكرر لازم تباركي لي اليوم، انا اليوم 20 واليوم هو عيد ميلادي. اللهم صل على محمد. حبيبتي حبيبتي حبيبتي، مليون سنه من دول قلبك. شكرا جزيلا لكل المشاعر الطيبه اللي تلقيناها من امس من كثير 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 محبين. ابدا ما كان ما دا حفظت والامام علي ما دا حفظت. حبيبتي حبيبتي مكرر علي أبد. يا عيوني يا عيوني مكرر، والله تعذرينا. شوفي هذا هذا العراق قد ادق علي. حبيبتي مكرر، العراق كله مع دول عربيه واجنبيه تتصل علينا للامانه، فما في تمييز، كلكم حبايب، ما في تمييز، كلكم حبايب. تستاهلين كل خير، والامام علي تستاهلين كل خير. يا عيوني يا مكرر، فديت قلبك يا حبيبه انت. والله تعطيني اعصابي من اسمع صوتك. يا عيني يا عيني يا عيني مكرر، حافظك الله وشكرا لمشاعرك الطيبه. يلا سريعا
يلا سريعا مكرر. اوه مع الاسف خطيه والله مكرر. يلا مكرر ما يخالف، يعني انه احنا سمعنا صوتك، هذا هو الصباح الحقيقي. عاود الاتصال ان شاء الله. انا كنت اتمنى انه اليوم ما نتحدث بصراحه عن بعض التفاصيل، هي ايضا ربما نقترب احنا من الزوايا اللي تحدثنا عنها، اللي راح تكون طبعا اللي راح يكون بلوتو مقترن أو قريب جدا مع مولود، خليني أسميه البرج السيء اللي متواجد في مولود الجوزاء. هو عادة ما يكون سيء خطية، برج حاكم، هو برج قوي جدا، لذلك مثل زحل اللي نازل، بلوتو اللي نازل في مولود الحوت يقوي الحظوظ لمواليد الحوت. صدقوني الحوت لو ما كان هذا السيء نازل مع مرتبة، وإن كان المشتري متراجع، لكان كانت قصة الحوت قصة عجيبة. يعني لا سمح الله اللي كان مثلا محكومون من قضايا معينة ربما يروح مستقبلهم، ولو كانوا أصحاب الدراسات لكان ما حظوا بأي درجات. لكن هذا الحظ اللي أتى الله سبحانه وتعالى لحتى يرفع مناصب وربما أيضا طوالئ الحوت بهذه القضية. تمام، يعني هاي إحنا شي بشي بذكر، لكن هذه الزوايا اللي راح تعمل إن شاء الله مقربة جدا كبيرة من هذه الأبراج أو هذا المربع اللي راح يحكم بقية التفاصيل يعني لليومين القادمات، اللي احنا شوية أنا عندي بعض المحاذير عليها، وكنت أتمنى أنه ما أعطي طبعا أي توقعات بهذا الخصوص. يلا روح الاتصال هاتفي آخر أيضا. ألو 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 ألو، صباح الخير. صباح الخير سيدنا إنسا ويتابي. صباح العافية حبيبة، مية هلا. كل عام وانت بخير تسلمي. يا بعد قلبي وطولي، حبيبة قلبي الغالية، وانت بألف خير وصحة وسلامة. بعد قلبي. حياتي. بعد قلبي ان شاء الله. حبيبي. ان شاء الله كل سنة كل سنة وكل عام يعود عليك بخير وسلامة. انت يا قلبي انت، وانت بألف ألف ألف خير وصحة وسلامة يا ربي. ما يحرمنا. ما يحرمنا من حسكم حبيبتي الغالية، ما يحرمنا من حسكم. قلبي وبعد قلبي تسلمي. حبيبتي. أيوة. حبيبتي يسعد لي صباحك، من ويانا؟ ام حيدر. ام حيدر من النجف ويانا. ام حيدر شكرا لصباحك الحلو. تعب قلبي. وشكرا لمشاعرك الطيبه وتهانيك الاجمل. تعب قلبي الله يخليك. حبيبتي حبيبتي ام حيدوري. يلا حبيبتي ام حيدوري تفضلي، شلون اساعدك؟ اريدك تحكيلي على العقرب، انا ما اتر نفسي. ويلي اليوم، اليوم عقارب، شو يحملنا اليوم العقارب؟ اليوم اليوم هجمة عقربية. أبي تأكيد التوافق بين الميزان والعقرب. يلا شنو تريدين تعرفين؟ التوافق بين الميزان والعقرب الثاني. أي اللي هو منو؟ اللي هو منو؟ أي اللي هو أبوه زوجي. زوجك، شنو اسمه؟ شنو اسمه؟ عباس. عباس؟ أي. هو من مولود الميزان؟ اي مولود الميزان. زين وانتي؟ انا اسمي حسنة. شو اسمك عفوا؟ حسنة. حسنة. حسنة واسمك حلو، اسمك عليك ام حيدوري. بعد قلبي. زين يلا 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 ستي الغالية، شنو تسألين فقط التوافق؟ اي والله توافق شلون بالله؟ ما في. ايش قد عمره استاذ عباس؟ يعني كبير بالستينات. ستينات. اي ستينات. يا طيب شوفي، أولا احنا متفقين انه مولود العقرب من النساء حنونون جدا، حنونات حيل، واصحاب بيوت ومعدلات والله مو تحيزا للعقرب بالمطلق ابدا. والله صحيح، والله صحيح ابدا. شوفي صاحبهم صاحب وعشرتهم حلوة ومحبوبات حيل، طبعا اكيد من الرجال وليس النساء، ما حد تحبنا من النساء، خلينا نكون صادقين معاكم، بس حبايبنا يعني اللي منا ومنا، ما ندري هسه ليش شنو السالفه. تمام، بس هاي العلاقه لمواليد الميزان مع، طبعا هو ماكو فرق بين الميزان والعقرب، هو في اعلى نقطه يعني من العقرب، لذلك تشهدين تغيرات فجائيه، يعني خلينا نقول احنا من الربع الاخير من السنه تحسين صار مو هذا عبوسي اللي قبل كنت تحبينه، تغيرت هواي مسائل، يعني صارت طرق التعامل شويه خشنه، اختلفت المسائل، رغم انه المحبه موجوده والاحترام والعشره حلوه، لكن شنو السبب؟ شنو السبب؟ اي السبب السبب تعي قلت السبب شوفي السبب، هذا المريخ اللي جالس في برج هوائي في اعلى نقطه من عندك ومن عنده فوق باعلى نقطه، هذا هو سبب تأجيج عدم حتى شوفي مسائل انت تعتقديها كذب او تعتقدين
في شيء سر يعني غامض، في شيء غامض، في شيء العقرب يريد يكتشفه، اكو شيء انت تريد تكتشفينه، لكن هذا حذر، هذا حذر مو سهل، الميزان ترى مو سهل ها، رغم هاي المسائل. مو سهل، مو سهل، مو سهل، بس هو زين لا احنا قلنا زين، ما قلنا لا، لكن قلنا هذا المولود مو سهل، ما يعطي خصوصياته لكن على عكس العقرب اللي هو اساسا شخص غامض وسراني، سراني عميق يضم سره في بطنه، ما يعطي لاحد، ما يعطي لاحد حتى على يعني مؤتمن على اسرار الناس، لكن هالميزان هذا اللي مو مدوخج محيرج، محيرج هاي الفتره بفعل هذا. تعال خل اقول لك حبيبتي ام حيدوري، اقسم بالله، اقسم بالله ربك ربك ما يضيع صدق مؤمن مسلم صادق مع الشريك او مع الناس، وهذا السر، او راح توقفين على قضيه رضيتش شو وقت من بعد شهر ال 12، هذا المريخ، هذا المريخ راح يطلع من البرج الهوائي بعد، ما يقدر الميزان، ما يقدر يلعب بذيله بعد، تمام تمام، فطمني خاطرك راح ترجع الامور وترجع الاعدادات مثل ما كانت، قولي يا رب، قولي يا رب، منصورة 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 محيدر، ما طول متكتمة وصابرة وبعد الصبر فرج ولاتك. يلا حبيبتي 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 محيدوري، عندك عندك سكة حلوة، عندك طريق حلو، أنت ناوية تغيير، تفكرين بتغيير. أي والله أي طريقة، الدنيا بقلبه تصير، الدنيا بقلبه والله تصير. هسه أنا أدرب، أنا أدرب هاي النية محيدر، أنا أدرب هاي النية. لا والله لا والله، روحي والهوى بظهرك، دائما دائما اللي كل إنسان يفكر باللي يريده ومصر عليه، لا راح أكيد راح يمشي وياه، أكيد راح يضبط وياه. زين هاي النية، هاي النية وكل ياها شهر 12 بعد تتعطل شوية. لا ما تتعطل، هي كانت شوية متعطلة، قطعت بعض المسافات ووصلت ان شاء الله ابو مثلي. ما صارها مو شويه، هواي صارها متعطله. لا تسمعين خبر حلو صار منها، تسمعين تابع بعد جاوب تابع جاوب تابع محيدوري حبيبتي. صار زحمه عليها، لا قلب 100 هلا سعدتينا، حياك الله 100 هلا حبيبتي 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 قلبي. جاوب ما حبيت اموت عليها ثاني. شديت قلبك، انا اللي احبكم حبايبي والله، كلش تخجلوني باسلوبكم وبطريقه تعبيركم، كلش حلوه حبيبتي انت محيدر الغاليه الذهب والله. يا بعد جاوبي حبيبتي حبيبتي. أفضل الله، أهلا وسهلا بيش، نورتينا، مرحبا. طيب إذا متابعينا الكرام، أنا أكو مقولة كلش حلوة ودائما أؤمن بها، لا بل هي عنواني، أنت نتاج نفسك. يعني شنو أنت نتاج نفسك؟ دائما الأشياء اللي أنت تريدها بقوة وتعتقدها، إذا رحت باتجاهها فخلص هذا هو أنت صرت. يعني واي أكو أشخاص ما أقدر ما أقدر ما أريد ما اقدر ما اريد، خلص ما تقدر ما تريد، لانه ما تقدر، لانه انت بالفعل ما تقدر، فما راح تسوي اي شيء من اهدافك. الساعي حلو، طيب يلا اتصال هاتفي اخر ايضا. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، مرحبا. شلونك حبيبه قلبي؟ صباح الخير. حبيبه امرك، كل عام وانت بخير ان شاء الله. وانت بالف خير وصحه وسلامه يا الغاليه قلبي، انت منو معانا؟ حبيبتي رقية من كربلاء. يا هلا رقية، رقية انت صار لك يومين من الصدرة، لا تقولي لي لا. حبيبتي اسالك عن اختي. اي تمام، اللي هي اللي على ثلاث حروف. يلا اوكي تمام. يلا هي اسمها يبدي بحرف الحاء. اي وماما بالجيم. اي ها ما عندي. هي 21/1/2001. اها. برج الدلو. تمام. وزوجها يبدي بالسين اسمه وامه صاء 4/5/2000. هم 2000؟ 2000 اي. وتاريخ ميلادها ايش قد؟ هي 2001. لا هو 2000. 4/5/4/5 تمام. حبيبتي تتميز، اريد بس التوافق وفرص الحامل القريبه. صار مولود الثور هو؟ يلا والدلو. ايه قلت لك التوافق وفرص الحمل حبيبتي. شوفي فيما يخص شو صار اكثر من 3 سنوات زواج ذولا؟ لا لا اقل الشهر صار لهم. اقل السنه. يعني ليش 3 سنوات؟ وربما يقطع معاهم الموضوع، يعني عدون السنتين دون انجاب. ربما ليش؟ الثور ترابي، تمام حبيبتي؟ رقية
نعم. رقي اسمعيني ركزي معايا زين. اسمعيني ركزي معايا زين. إذا كان الشخص هو من يبحث عن الأولاد، هنا أنا هو الرجل، هو الشخص، هو صاحب الزرع، هيك نسولف. بلوتو متأخر في بيته. بلوتو بطيء، هو مفاجآت، أوكي متفقين مفاجآت. أنا يعني ليش أقول لك قد يعبر سنتين؟ قد. لكن متى ممكن إنه نخلص من هذه الطاقة، هذا الاحتمال؟ تفهمين أنا شنو قاعدة أقول؟ ست ميس، هو انت ذاك اليوم قلت لي منتصف الثنائي سول واحد، يعني هسه الفرصه قريبه. اسمعيني وهسه الحال هنا احنا مو قلنا يومي ابراج؟ اسمعيني اسمعيني. هذا البلوتو هو مفاجاه، اما يعطيه مفاجاه مفرحه واما يفاجئه قد يعبر السنه الاخرى. تمام؟ بس تدرين شو وقت تنتظريني؟ تعرفين شو وقت تتصلين علي؟ تتصلين علي بعد 8 أيام. 8 أيام ولادة خبر، ولادة شيء جديد لمواليد الثور اللي راح نعرف من خلالها هذا الموضوع راح يكون مفاجأة حمل لهم أم العبور إلى سنة ثانية. لأنه ليبتون اليوم، شوفي وكل متابعينا خلي يتابع، أنا من أتحدث عن طاقة اليوم أقولكم بكرة تتغير، عرفتوا ليش؟ تمام؟ قولي ليش، قولي ليش يا رقية. هسا أنا واقفة شوفيني ايش كبرني، وخلفي 5 أشخاص، واحد أقصر من الأخ، إذا أنا ضميتهم بطولي حتشوفيهم؟ ولا حتشوفيهم، بس إذا تحركت شوية راح يظهر واحد ورا الأخ. إذا منازل القمر هالشكل، إذا ظهر اليوم منزلة مع بكرة تكون الرؤية أوضح، تتشوفين؟ لكن مع ذلك، مع ذلك هو في فرحة، في بشرة، في كلام حلو، في رزقة، لكن ليش؟ لأنه هو أيضاً الثور، الزهرة، حاكم بيته زهرة، إيش يودي؟ يودي إلى المال والأرزاق. وبلوتو عنده يفاجئ بخبر جميل، قد يكون الحمل، لكن لو بعد 8 أيام شفت هذا الكوكب اللي أنا دا أتحدث عنه، ممكن لا سامح الله، ممكن لا سامح الله يعبر إلى بداية سنة جديدة هالشكل آني، لأن راح تكون عثرة كونكريتية أمامهم. بس هل هنالك جاهزة للحمل والإنجاب والأولاد والأطفال والفرحة؟ والله أوكي تمام، بس خلي بعد 8 أيام اتصل علي لحتى أعطيك البشرة الأكيدة إن شاء الله، بس نعدي هذا إن شاء الله. تمام حبيبتي، فقولي يا ربي خير، قولي يا ربي خير ان شاء الله حبيبتي. ما عندهم اي شيء، ما عندهم اي شيء، فقط مسائل الاصطبار. وهو هذا البلوتو اللي جالس في بيته هو اللي يعطيه هذه المحاذير، هو اللي يعطيه هذه التاخيرات الشويه. تمام، شكرا حبيبه قلبي، يا مرحبا، يا اهلا وسهلا، يا مرحبا رقيه، حافظك الله. اذا متابعينا الكرام، هسه اكو هو حدث كلش جميل مثل ما تفضلت برقيه، ممكن للثور، لو كانت نساء ممكن ايضا النساء هم تاخذ لمسائل التاخير. طيب ما ليش احنا بدنا نتحدث عن انه ممكن يكون هو تاخير؟ لانه هذا هو البيت الثالث، بيت الاولاد، بيت الاولاد، وهو في بلوتو ايضا متصدر باسفل نقطه. وليبتون هو كوكب مفاجات، يعني يحمل مفاجات كلش كبيره بحياه الثور، يعني ياخذ استثمار في ظل هذه الفترات الجديده، ياخذ الى استثمارات مفاجئه، ياخذ الى مسائل مفرحه حلوه، ياخذ الى احباب يعملوا له سبرايز، يعملوا له، يودوه الى مسائل، يعني هو وقاعد يسمع حدث، يسمع خبر، كثير من الاشياء. طبعا مو بس مولود الثور، لكن هو طبعا 3 ابراج اللي هم راح يكونون الجدي، العذراء وايضا الثور. بس نمبر 1 هو الثور المتصدر في اعلى نقطه، واللي راح يفتر الفلك معاه لحتى يعمل زاويه. انا ليش تحدثت مع رقيه قبل قليل على هذه الزاويه؟ خلينا نشوف الزاويه وين راح تودينا، لحمل مباشر ام لانتظار؟ يا رب خير. طيب يلا، في اتصال هاتفي اخر ايضا. الو، صباح العافيه. الو، السلام عليكم. الو حبيبه قلبي، وانت بالف خير. نعمين يا عمر. تتميز والله العظيم، صارت 3 سنوات أخابرش وما دا أحصل. وكلش حلوة اليوم، مناسبة حلوة، يعني نسميها حضور حلو معاك. منو معانا؟ أماني بنت فاطمة. أماني من وين تتصلينه؟ من كركوك. حي الله أهل كركوك الكرام، ومية هلا حبيبتي أمونة. أنت أول مرة تتصلينه؟ اي والله اول مره، صارت 3 سنوات أخابر وما أحصل. اليوم والله نحن اللي سعيدين، هاي أحلى هدية بيوم ميلادي سمعتها. حياتي أمولة. أنا برج الثور. يلا، أنت مواليد الثور. مواليد 2005 بشهر 5 يوم 2.
2005 شهر الخامس نقول 2/5 انت؟ اي اي تمام. طيب والزهرة؟ عندي حبيبي مواليد 2000 اي بشهر السابع يوم 30 يعني برج الاسد. الاسد متأكدة؟ اي متأكدة. 30/7 30/7 اي تمام. اي اخر ما صارت عندنا مشاكلكم بالعائله اي وهسه يريد يتقدم لي بس ما اعرف شلون واهلي شافوني يعني احكي وياهم هاي وبطلوني من المدرسه وكم مشاكل صارت. طيب يعني اكو نقطه بيناتنا؟ اماني بنت منو؟ اماني بنت فاطمه. فاطمه فطومه تعالي خلي امان اماني تعالي خليني ابشرك. يلا يا رب خير. شوفي هذا هو ايدك، انت حامله ايدك وبيدك خاتم الخطوبه. شو رايك؟ صدق؟ بس اذا خطبتي اذا صار نصيب كلش مهم تتصلين علينا وتبلغيني. يعني حتى من نفسه هو الولد؟ شلون؟ من نفسه هو الولد اللي احبه؟ نفس العلاقة اللي انت تتحدثين عنها. يعني انت تحدثتي عن هذه الطاقة، شوفي انت حتى عذرا يعني حتى متأذية يعني متعرضة لموقف أذى، ضرب أو شيء أو كلام لاذع أو يعني والله العظيم ستمية غير أتمنى الموت يوميا. لا لا حبيبتي لا قولي يا الله واذكري الله بس أنا يا أسأل الله والله صلي ما يخالف ما يخالف بعد الصبر فرج، كل ما تضيق المسائل اعتقدوا اكو صباح جديد غير عن كل الصباحات اللي شاهدناها. باي ان شاء الله خير ان شاء الله. بس انا اسال سؤال، هذا المولود من غير قوميه؟ لا لا هو من نفس عشيرتنا. طيب ما هو يا اما يظهر من غير قوميه او يظهر من غير الائتلاف اللي انتم بيه، لانه شخص غير مرغوب او غير مرحب به، هالشكل يظهر. ما اعرف يعني هو من نفس العشره. عموما خلينا في طاقتك. في مسائل تسويات ان شاء الله، في مسائل تسويات. ما صوتك حيل بعيد. اي في مسائل تسويات حبيبتي امونة. نعم. اماني اسمعيني، تعرفين تروحين من ناش تسمين نفسك؟ شو سمي نفسي؟ سمي نفسك غير اماني هاي الفتره، قولي لهم انا غيرت اسمي ما يعجبني، سموني اي اسم، روحي لاي اسم يدل على الفرح. لان هاي الاماني يعني هاي الاماني مع اسم الام فاطمه مفطومه ما ممكن يعني ما كيف افهمك يا ربي؟ اماني امنيه انت فقط تتمنين وهذا ما يؤثر على نوع العلاقات ونوع العمل معاك، تبقى مجرد امنيات. الفاطمه شيء مفطوم عن الخطا. حالتي حيل صعبه وحيل تعبانه. تمام صار لي تقريبا سنتين على اسمعيني 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 خلص. نعم خلص وصلنا للنهاية إن شاء الله، صدقيني في طاقة فرح، في طاقة فرح وإرضاء إلتش، وكأن الله سبحانه وتعالى ينصفك، هذه طاقة جبر خواطر إلتش، معاك أفراح، شوفي هاي وكأن هذا الحال راح يتغير. يعني نصيب بيني وبينهم؟ في نصيب، على بعد 20 يوم تحديداً اكو مسائل جداً إيجابية وجوهرية، بالمثل هذا الموضوع أيضاً إله، اسمعي أنت عندك مفاجآت وهو عنده الشمس والزهرة وين مقترنة؟ في برج القوس الناري مثله، تفهمين إيش يعطيه حظ؟ يعني هذا إذا تقدم مع المفاجأة في بلوتو في لبتون اللي عندك راح يحقق هدف. يا ربي إن شاء الله خير. يا ربي إن شاء خير الله. يا رب خير. راح عادي احكي على امي على مواليد امي وابوي. ما اعرف انا في اتصالات مفتوحه غيرك، ما يخالف على المره القادمه لو تحبين. تمام؟ نشكر اتصالك يا حبيبتي يا اماني. متابعينا الكرام وللمره المليار، لا يا مليار 10 مليار اكررها. يا اخوان الاسم يورث، اسم الام واسم الشخص يورث، ودائما يقال لا مؤكد من اسمك حظ ونصيب لحالك. تمام؟ لحالك. يعني مثلا فلان اسمه جبار، جبار هذا أفعاله كبيرة تكون، وربما يكون قاسي القلب، وربما يكون حار الزعل، وربما يكون صعب المراس، وربما يكون يكون أداة، يعني هو تيمنا، كل شخص يعني يتيمن باسمه.
مثلا انا في اصحاب او في ناس او هسه اتركونا من هاي، انا اشوف افلام مثلا اجنبيه، والله صاحبه شافه في محل وهم يريدون يفترقون، جاب له خيط وشده بايده. شو يعني شو شده بايده؟ شكو شو راح يسوي هذا الخيط؟ هذا هو حتى شنو يبقى يتذكر هذا الصاحب او للطاقه اللي انا خليت هذا الخيط مثلا بيدك، يعني يجلب لي الحظ معاك. تمام، مثل اللي يروح لي مزار يجيب معاه ايضا، احنا بالعاميه نقول البيرغ، شو راح جاب المزار ويا هو؟ لا، تيمنا. تمام، فاسم الاسم هو تيمن بالشيء، يعني تاخذ ايمانك منه بالمطلق هذا الكلام. فانا من اقول لك الاماني وفاطمه، إذا تبقين على هذا الحال بالمقابل لا حتشوفين حبيب ولا تشوفين زواج ولا تشوفين نصيب ولا ها شنو ما سخمتيها بوجهنا، لا لا، فاطمة مفطومة عن الشيء ما ممكن تعمله، خلاص إنف. وأماني أنا مجرد أتمنى شيء، راح تظلين تتمنين الشيء اللي أي شيء كان تتمنينه ما راح يكون، لأن أنت مجرد باقية تتمنينين. فاتركي الأماني واذهبي إلى شيء حقيقي، إلى حقيقة وليس أمنية، فقط مجرد أمنية. تمام، يلا روح لي اتصال هاتفي. الو صباح الخير عيني. صباح العافيه، مية هلا، ايام السعيده يا عيني، كل عام وانت بألف خير. يا ربي يسعد لي ايامك حبيبه قلبي الغاليه. من هو انا؟ ام سجاد يا عيني من الصويره. ام سجاد شلونك الغاليه؟ فدوه قلبك يا عمري، انت شلونك؟ شلون هو اهل الصويره؟ بخير ان شاء الله، بوجودك يا عيني في دول هاي الطله الحلوه. قلبي انت طلتش والله، الجمال كله. ام سجاد الغاليه، اول مره تتصلين ام سجودي؟ لا هاي ثالث مره جايه اتصل. حياك مية هلا، هلا حبيبه، مرحبا. ام سجاد، يعني شفتي الصوت شلون كان؟ ابدا مو كان واضح، يعني اكو تون وكذا. لو كنتي بس شويه تبتعدون من التلفزيون متابعينا الكرام لحتى نسمع اليوم تهانيكم وافراحكم ومسراتكم، شاركوني افراحي مثل ما انا دائما اشارككم افراحكم. طيب خير ان شاء الله، ممتنين منك يا ام سجاد، عاود الاتصال واكيد احنا بانتظارك. طيب روح لاتصال هاتفي اخر ايضا. الو صباح الخير ستمين. صباح العافيه، مية هلا، كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير حبايب قلبي الغاليه والله. شلونك ميت؟ يا عيوني انت، من معانا؟ وياك مريم. مريومه شلونك؟ والله الحمد لله، شلونك ميت؟ فدوى لوجهك حبيبه، والله انا بخير من اسمع اخباركم واسمع تواصلكم الحلو. والله صار لي شهر ادق عليكم ما حصل. اويلي لعد، احنا اليوم هديه، اليوم الله سبحانه وتعالى جابر خاطري بكل حبايبي وكل محبيني، اليوم نحصلكم من بعد فتره وفراق ما سمعنا اخباركم. والله اليوم منورة تسمعين يا حبيبة قلبي، النور نوركم والله. والله يعني بنشوفك اتفائل بالخير. يا عيوني انت فدوى لقلبك، دائما اتمنى انه انا اكون طاقة حلوة وايجابية في جميع البيوت العراقية. تسمعين انا مواليد 99. اي. شهر الثالث يوم 9. نقول 3/9 انت؟ اي برج الحوت. اي. 3/9؟ لو 9/3. 9/3 يعني لو 9 اي 9/3. 9/3 تمام؟ برج الحوت. اي طبعا الحوت اكيد، ما انت تقولين 3/9. تسمعش يعني احكي عن صورة عامة يعني عن الحوت. يعني عن الصحة وعن النصيب. طيب مريم، ايش اسم الماما؟ اسمها كريمة. طيب. مريم وكريمة. طيب مريم، اول المسائل خليني اسالك، انت عندك بيت ولا ناوي تطلعين من بيت، ولا وين رايحه من البيت؟ وين تروحين انت؟ انت عندك بيت ملك باسمك ولا ناوي تطلعين؟ لا. لو تغيرون سكن لو شنو؟ لا ما غادرين يعني غير البيت. خب تعالي خلي اقول لك حكايه خيه، انت راح تطلعين من هذا البيت الى سكن جديد، قد يكون سكن الزوج، لان عندك خطوه كلش حلوه وانتقاله. تمام تمام مريومه، هاتنا سيدني مكسوره خاطر، كلش مكسوره خاطر انت. صح سيدني. تمام، والايام اللي مرت عليك مرت كلش ثقاله وتعبانه، تعبنك حيل ذيك الايام اللي راحت. تمام، طاقه تعب. تمام. كانت طاقه تعب كلش شديده عندك. ما اعرف هسه من شخص
شوفي هو يظهر لك شخص، من هذا الشخص اللي متعبك؟ يعني شخص متعبني؟ اي في شخص متعبك؟ اي والله يعني كان عنده حديد بس تركني. اي 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 يعني انت تعبانه، كانت امورك تعبت بالفتره الاخيره. لكن هذه الفترات بما انه انت تظهرين خارج طاقه البيت او ربما متجهه نحو خطوه، وهذه الخطوه جدا ايجابيه وجميله، ان شاء الله يا رب بخير. تسعدين تسعدين يا حبيبتي، تعالي خلي اقول لك يا مريومه. المشتري مقترن بمن؟ ببلوتو. هذا زحل قوي مثل النار مثل الكهرباء، اذا خليناه بيطالع سعيد شو يسوي؟ يقوي لك السعاده. إذن على الفترات القادمة والله تشهدين أشياء سعيدة، أمورك كلش حلوة وإيجابية. يعني على هاي الفترات إن شاء الله، هي الفترات فترات أنا أعتبرها فترات الحوت، هذه الفترات نعتبرها هي فترات الحوت لأبراج المائية، تمام. وفي المقابل عندك عطارد في برج مائي، في العقرب مثلك برج مائي. ماذا يعني للحوت في أعلى نقطة؟ يعني عجلة حياة جديدة، حياة جديدة أنت تبتكرين أو رايحة لحياة جديدة، كلش واضحة هذا الموضوع. يا رب ان شاء الله يسعد ايامك وتكون ايامك على القادم ان شاء الله مسرات. شكرا استاذ مها. حبيبتي ولسه المشتري راح يرتفع في بيتك، تمام؟ يعني موعوده مواليد الحوت وخصوصا انت من هذه العشريات موعوده بفرحه واخبار جدا ايجابيه وجميله وحلوه. تمام؟ تمام استاذ مها، شو الصحه؟ اي انا دائما شنو اقول لاناث الحوت؟ شوف هاي الفترات اللي طافت اناث الحوت كانوا مريضين، منهم من كان مريض اسم الله يا ربي بمسائل الدم، يعني نقص الحديد، مسائل الدوخه، الدوار، يعني بعدش مدى تحسين شويه فقدان بالتوازن، مو بس انت، حتى الابراج المائيه اللي منعتهم العقرب ومنعتهم ايضا السرطان، صارت معهم هذا التراجع. ممكن تروحين لتكميل شيء مادي، قد يكون حديد، قد يكون نقص فيتامين، لان كلش واضح من هالمواضع. بالمقابل الابراج المائيه بدخول الربيع عليهم هم يتاثرون لان في بيت الصحه، فما تقلقين ان شاء الله للفترات القادمه راح يبدي التحسن جدا ايجابي معك. يعني هسه الفتره القادمه راح تبدي ايضا يعني راح يكون عندك مسائل انف اذن حنجره، صاير معك هذا الموضوع؟ أنف وأذن وحنجرة، مسائل الخشب للجوب الأنفية. هي صارت عندي. صار إيه هي هاي المسائل اللي تفقد التوازن وتخليش دائما تعبانة مرهقة مو مركزة أكثر، تمام؟ فما تقلقين، هذا هو القمر إن شاء الله راح ينتقل إلى منزلة ثانية يحسن المزاج عندك ويحسن الصحة، لكن الخبر الأحلى. بنا زحمة عليك تتنايس. يعني السنة هاي 2023 زينة لي؟ كلش ممتازة كلش ممتازة، وعلى الأغلب خليني أقول الثلاث شهور القادمة هي للأبراج المائية ومن مو من ضمنهم، خليني أنا أقول الدرجة الثانية، لأنه أي لا هي الدرجة الثانية تقريبا للحوت، لأنه راح يحقق مسائل كلش حلوة الحوت. الحوت هذه السنة سنة جدا حلوة للربع الأخير، كلش ممتاز. يعني إذا كان الربع الأخير من السنة حلو لمولود الحوت، إذا استقبال السنة القادمة هو أجمل، ومع ذلك مرهون بمن؟ بنوازل جديدة للسنة القادمة حتى نحدد مسار إن شاء الله تصحيح لأمور الحوت والأبراج المائية، طبعا كل الأبراج بس نمبر 1 هو الحوت. ممكن أعرف يعني شنو طالع برجي؟ أي طالع برجك، شوفي إحنا شنو دائما نتحدث، أنت حاكم بيتك اللي هو المشتري، والمشتري عندك، ليش أقول لك الحظ عندك جدا ممتاز، تمام؟ إذا كان أنت من مواليد الحوت ماذا راح يكون حاكم طالعك منه؟ هو السرطان، تمام؟ من بعد دائما ثلاث ابراج او اربعه ابراج نحن نصنفها يكون هو الطالع، تمام؟ فليش احنا نقول على الطالع على الباطني وعلى الخارجي، مثل ما انا البارحه يعني تحدثت واحدى المتصلات كانت كاتبه شلون القمر راح ينزل بالميزانيه، والله العظيم صحيح كلامكم بس انا كنت احكي عن الباطني اللي كان يحيى يعمل تربيعات، عموما هذا كلام شويه سابق لاوانه ان شاء الله على القادم الوقت ما يسع. هو السرطان ان شاء الله، هذا هو الطالع، تمام حبيبتي احفظيها. حلوه امورك ممتازه، طالما حتى طالعش من الابراج المائيه وانت مسعوده الحال فامورك ممتازه. طيب ما يعني محظوظه انا لا ما محظوظه؟ ماكو شيء اسمه محظوظه، خل اقول لك قضيه. ها تعاي تعاي افتهمت ايش تقولين. انت تقولين انه دائما انت تتحدثين اللي حاكم بيته مثلا مشتري الزهره
مثلا منو عندنا بعد الشمس القمر، هذول يكونون حظوظهم ممتازه. اي والله حظوظهم ممتازه، لانه حتى الابراج السيئه القويه اللي هي زحل وبلوتو هاي اذا نزلت في محلاتهم تقويها، تمام؟ فاي انت محظوظه وجدا محظوظه، تكونين محظوظه من قبل، يعني انت اذا تزوجتي تكونين محظوظه من قبل الزوج. والله حتى لو ما كنت جميله، حتى لو انت ما كنت جميله، اسمعي اسمعي مني، حتى لو انت ما كنت جميله راح تكونين نمبر 1 عند الرجل، تمام؟ لانه المشتري كوكب حظ، قولا واحدا كوكب حظ، واضح شلون؟ فتكونين مسعوده وتكونين كلش سعيده مع الرجل، يعني الرجل يفضل. وعلى فكره شوفوا هسه اذا تجون تسوون حصيله متابعينا الكرام، راح تلقون اناث الحوت اكثر البنات او السيدات اللي هم محظوظون من قبل الشركاء والاحباب والازواج، لان حاكم بيتها المشتري، حاكم بيتها المشتري، تحكم عليه غصبا عليه القبل والما قبل. واذا اجى شخص يعني متوافق مع برجها، واو كان السعد الاكبر هذا، تمام. طيب انا شفت ست ميس وتعبتك وياك حبيبتي، لسه ما انت بالف خير، وانت بالف الف خير يا حبيبتي، انت السعاده ان شاء الله الابديه حبيبتي مريوم، اليوم مدومله ويانا، شوف ايش قد وقتها حتى تعدى الحد الادنى يعني. طيب شكرا جزيلا لك يا مريم، سعاده حلوه ان شاء الله، وابراج جدا ممتازه وايضا متصدره من خلال الطوالع اللي احنا تحدثنا عنها، حلو ممتاز. طيب نروح لاتصال هاتفي اخر ايضا. حلو الو الو، صباح العافيه، شلونك اسمك؟ حبيبه قلبي الغاليه، مرحبا. يعني سعيدك وعامت بخير. وانت بالف خير وصحه وسلامه حبيبه قلبي الغاليه، منو معانا؟ وياك علا من محافظه بغداد. علا شلونك حبيبتي؟ الحمد لله. حياتي علا من بغداد، من وين تتصلينا؟ من الكاظميه. حي الله للكاظميه، ميت هلا والله المقدسه. اريد اطيش مواليدي واريد عن الدراسه. يلا علا اسم الماما شنو؟ السبرة. اي ممتاز. واحد طاقتك تجنن علا، انا اتمنى كل البنات يسمون اسمائهم علا، يعني جد رغم انه الالف المقصوره شويه عاملت لك مشكله، تمام؟ لكن كاسم بيرفكت، كلش بيرفكت. يلا يلا حبيبتي. 2001 4 9 2001 4 تمام، يعني هو الأربعة تسعة العذراء أكيد. بل تمام. طيب يلا بروقة، عفوا علا شنو راح تسألينا؟ عن الدراسة فقط. الدراسة؟ اي فقط الدراسة. تمام. 2001 يفترض يعني حسب العمر انه انت الان مراحل منتهية او قد تكونين كلية. شنو؟ يفترض حسب عمرك انت الان مراحل منتهيه، ممكن تكونين كليه او ممكن تكونين مراحل منتهيه. اي صح تمام. اي مرحله انت الان؟ مرحله ثالثه. ثالثه تمام زين، مرحله ثالثه يعني كليه، تمام؟ اي كليه. اي تمام. باي علا، اولا اول الامور اللي تظهر معك، احنا دائما نتحدث عن مولود العذراء، طبعا أكثر ولا جمال المولودة العذراء، ناقدة بامتياز، على الخير وعلى الشر تنقدين، وهذا هو الكلام. بمعنى احنا شنو نقول؟ نقول دائما مواليد العذراء تصلح أن تكون في مراكز عليا، يعني تتصدر جوانب حتى ها ليش؟ مو أنت حاكم بيتك عطارد، تمام؟ يعني وين ياخذك؟ وعطارد في مولود مائي، دورة حياتية جديدة، يعني ياخذك أولا إلى مسائل النجاح والتوفيق، لكن قد يكون احنا نسميها سوء فهم، سوء فهم وليس مشكلة مع أستاذ أو شخص كبير أو شخص نافذ أو شخص أو رئيس قسم أو لأنه في شخص يظهر معاه يعني، أو ربما تنتبهين من هذه القضية. حصل معك ولا لسه؟ يعني أنا بس سوء فهم، ما عندي إشكال ويا المدرسين، بس اسمي يصيحون بعلاء فأنا أقول هذه هي القضية. شوفي ماشي حبيبتي، اسمعيني والله معاك أفراح حلوة ومتصدرة ونجاح، ما راح أقول إيش تفوق، ما خلي يعني مرة نبتعد، يعني مو غلط إنه التفوق، لكن بس خليني أبتعد من هذه الفقرة هسه كنجاح. هذا التفوق شو وقت على الحلقات القادمة راح أحكي عن مواليد العذراء، ودائما أقول وأخصكم إنه العذراء
تطلبنا، بس شو وقت أكيد مو هسه، في حدث جديد. إذن متابعينا الكرام، في حدث خاص وحصري من على شاشتنا، تنتظروني إن شاء الله بالعودة مرة ثانية لزملائنا بالاستوديو، وأنا أقول لكم باي باي.